بالنسبة اليوم الوطني لحقوق المرأة، كانت لي الفرصة والشرف أنني نزور متحف الوطني للصورة بمدينة الرباط، واللي خصص واحد المعرض للنساء المصورات المغرب. هذه فرصة باش نهني أول متاحف المغرب على هذه الفرص اللي كيعطي الفنانين المغاربة وخصوصا النساء. هو فضاء اللي يمكن لهم يعبروا على أولا على المهارة ديالهم، ولكن كذلك على التحديات اللي كتعاني منها النساء المغربيات. فهنا شفنا شابات مغربيات اللي عندهم النضج، ولكن عندهم اكثر من ذلك، عندهم واحد المهارات كبيره. وكنشجع جميع النساء انهم يشجعوا النساء الاخرين في جميع المجالات، وخصوصا في مجال ديال الفن والثقافه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.